الإسرائيليين يستغلون أي فرصة من أجل النيل من مدينة القدس وتهويدها، من أجل طمس هويتها العربية الإسلامية، وهذا ما تقوم به من خلال تغيير المعالم، تغيير أسماء الأحياء والشوارع، وأيضا التغيير في المناهج الفلسطينية في الكتاب الفلسطيني، حتى ينتزع الإنسان من هويته ويصبح بدون هوية ويسهل السيطرة عليه، ويكون ضمن التخطيط أو المخطط الإسرائيلي للاستيلاء على هذه المدينة بالكامل. فهذه السياسة الإسرائيلية هي قديمة، ولكنها تستغل الفرص في الأحداث العالمية، في الأحداث الإقليمية، من أجل أن تنقض على هذه المدينة وتنهي وجود العرب فيها.